قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن دعوة الرسل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. دعوة رسل الله تدور على ثلاثة أمور: أولا تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعلم الناس خالقهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا معرفة الطريقة الموصلة إليه. ثالثا تعريفهم ما لهم بعد الوصول إلى ما مضى في دار الكرامة والنعيم في الجنة.